لهنا السيده ما تخليش راسها حتى الساعه لساعتها، واخا يكون الخير كله موجود يعني منقيه القوام ديالها ومقده امورها، حتى تبقى لها هذيك نهار ولا يومين عاد تخلط الصفوف ديالها. انا تنصح السيده فوق ما وجدت القوام ديالها مثلا بسيمانه او مثلا زوج سيمانات ما كاين حتى شي مشكل، يكفي انها تخلط الصفوف ديالها عادي، وغادي تكون اكيد السيده بان راه كل ما طالت لنا هاد الصفوف ديالنا كل ما طال لنا يعني وهي مخلطه بطبيعه الحال، اذا وتتعطينا واحد النكهه الخاصه يعني كل حاجه ضفناها في هذه الصفوف ديالنا الا وتتعطينا ديك اللذه الخاصه وتكون تلقات لنا يعني في الصفوف ديالنا وتجينا بشكل ممتاز. انا شي مرات كتجيني البنه ديال السفوتان بعد رمضان داك الاخر اللي كيبقى داك الاخر اللي تيبقى في السطل كيكون بنين الله يعطيك الرضا. انا كذلك يعني ما ناكلش الصفوف في رمضان، ولكن من بعد رمضان الحمد لله الا قدرت نصوم راني تنتناولو، ما كانش تنديروا داك الكويز ديال اتاي مع داك الطبيسه ديال الصفوف وحنا واكلين الحمد لله. الحمد لله. نعم لله. وهنا كذلك نصيحه اخرى في نفس السياق هي ان السيده احنا في الغالب هنا في مدينه مكناس كاين السيده اللي تتعتمد على الزيت فقط، يعني الزيت او القوام صافي ما تزيد لا عليها والو، ولكن كل سيده على حسب الاختيار او يعني باش تختار ان تاكل الصفوف ديالها. لكن السيده اللي تتخلطها بالعسل او الزبده او هنا انا تنصح السيده اذا كانت غادي تخلط الصفوف ديالها بالزيت يكفي انها تطيب الزيت مزيان بواحد الشكل يعني حتى تطيبو تاكد بانه بحال اللي طاب وتطفي عليه حتى يبرد بمعنى الكلمه يبرد صافي تبقى تقيسو بيدها ويجيها بارد، عاد تخلط يعني الصفوف ديالها وتكون اكيده شحال ما طالت ليها هاد الصفوف هذه ما تتغير لا مذاق لا والو تتبقى هي هي. ايوا وربما ديك الزيت كطيب حتى كنحيدو ديك الزبده ديال الزيت اللي كنقولوا ديك الرغوه ديال الزيت نحيدوها. نعم لا هي اللي كتغوي شي شويه الصفوف. ايه يعطيك الستر. نعم وكذلك نصيحه اخرى السيده الى سخنات الزيت ديالها ما تزربش عليه، يعني ما تخلطهاش وهو مازال الزيت سخون، بحيث شحال ما درنا فيها ديال القوام سبحان الله ما هي ما حدا عفوا هي تطول وهو تيتكور لنا داك القوام يعني في الدقيق ديالنا في هذه الصفوف ديالنا ما تيجيناش هو هذاك. أيه. اذا خليها حتى تبرد، يعني حتى هذه راه نصيحه ما تخلطش السيده الصفوف ديالها بالزيت سخون. نعم لالا. وكذلك نبقى في النصيحه الاخيره اللي غادي نقول عليها ديال الصفوف كذلك. أيه. ولكن مازال الوقت انا غادي نزيد السيدات نصائح. مرحبا. اذا نعم لالا، اذا السيده اللي عندها الصفوف ديالها بطبيعه الحال وتيكون عندها القوام كثير ما تقولش انني غادي نكثر الطحين باش تكثر لي هذا يكثر لي السلو ديالي او الصفوف يعني ويبقى لي مده طويله، لا انا تنصح السيدات باش الا دارت الثلث ديال الطحين دير ثلثين ديال القوام. أيه. يعني هذا القوام هو اللي تيعطينا اللذه الحقيقيه في هذه الصفوف ديالنا وتنبقاو نحن صيام تندقوا ديك المعلقه وتجينا في واحد الشكل ممتاز بعد ما بطبيعه الحال تنتناولوا الفطور ديال المغرب بالصحه والراحه وتنجيو من التراويح تنحطوا داك الطبيسيل قدامنا تنكونوا تنتلذوا غير بداك المذاق ديال اللوز القرقاع، يعني تيجينا في ديك النكهه اللي حنا بغينا بالصحه والراحه. اي الله يعطيك الصحه، ما عندي ما يتسالك فتيحه تبارك الله عليك. نعم الله يسهل عليك. نعم لاله. وكذلك بغيت نعطي الاخوات يعني راه تبارك الله على كل سيده دائما عينها كبيره وتعجبها يعني تاخذ شويه من هذا الديسير وشويه منا وشويه منا يعني حتى تنكثروا، اذا تنبقاو نتناولوا ذاك الديسير وتتبقى لنا ديك الوحده جوج من كل نوع من الديسير اللي عندنا. اذا هنا السيده تتقول هذا ما غاديش يكفيني، انا غادي نقترح على السيده عصير وديسير في نفس الوقت، وغتكون اكيد السيده بانها غادي تناولوا هذا كوجبه يعني في وقت السحور. أيه. يعني تيجي هذا واحد الوجبه ممتازه. اذا تتاخذ السيده يعني ذاك الكميه اللي عندها مثلا الخوخ الفريز البنان التفاح يعني الحاجه اللي عندها منها حبه حبه. أيه. وتقطعها بحال الشكل ديال السلطه فخوي يعني معروفه. أيه. ودير عليها المقدار اللي بغات ديال السنيده ما تحركها ما والو، تخليها واحد لمده ساعه حتى تشوف ذاك السنيده شربها لها هذاك الديسير اللي عندها كامله، يعني ما بقاتش باينه لينا فوق الديسير. اذا سنخلطوه بشكل عادي ونعمروه في الكويسات ديالنا، ثم من بعد تنخليه واحد الفراغ صغير وتنجيبوا الياغورت بالنكهه اللي حنا بغينا. أيه. وتنديروا معلقه على كل وجه ديال الكويس، والمكسرات اللي عندنا مثلا لوز ايفيلي قرقاع يعني اي حاجه عندنا من المهرمشات هكا المكسرات ونبقاو نزينوا بها هاد الكويسات ديالنا ونخليهم غير واحد شويه يعني حتى الوقت اللي غنبغيو نتناولوهم. واكيد ان السيده غادي تاخذ عصير وديسير في نفس الوقت منسم بالمكسرات والصحه والراحه. الله يعطيك الصحه مهدي ما يتسالك فتيحه تبارك الله عليك.